اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تفتنا في حياتنا، اللهم لا تفتنا في حياتنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واغفر زلاتنا، وأصلح أولادنا، واستر على نسائنا، واحفظ جميع إخواننا المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم في هذه الساعة المباركة الكريمة وفي هذه الليلة المباركة أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار يا مولانا ويا أملنا، أعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا، من لنا إذا طردتنا من بابك؟ إلهنا ومولانا، أنت رجاء خائبين. اللهم تقبل منا ما عملنا في هذا الشهر الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا وقفنا ببابك خاضعين خاشعين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم خشوعنا، اللهم ارحم تضرعنا، اللهم ارحم إنابتنا، اللهم ارحم توبتنا. اللهم انظرنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا من خلق السماوات والأرض، ويا من بيده الأمر كله، ويا من إذا أراد شيئا قال له كن فكان. اللهم لا تردني وإخواني من بابك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بتوبة قبل الممات، اللهم من علينا بتوبة قبل الممات، وارحمنا عند الممات. اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام. غفرانك غفرانك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، ذو الملك والقوة والجبروت. اللهم ارحمنا إذا تطايرت الصحف وخفت الموازين. اللهم ارحمنا إذا نصب الصراط. اللهم ارحمنا إذا زفرت النار يا ذا الجلال والإكرام. يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم إن جسادنا على النار لا تقوى، فلا تعذبنا بما عملنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب، فلا تردنا من بابك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا من بابك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا أجر شهر رمضان، اللهم لا تحرمنا أجر شهرنا هذا، ولا تفتنا بعده يا ذا الجلال والإكرام. وصبرنا على طاعتك
طاعتك وعلى الصلاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل لنا في كل حرف قرأناه من كتابك حسنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جملنا بالقرآن، اللهم جملنا بالقرآن ونورنا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك لا ينفك هذا الجمع إلا بذنب مغفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث قلوبنا بالعلم واليقين وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا اشتقنا لرؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فاحشرنا اللهم معه وأوردنا حوضه. اللهم خذ بأيدينا في يده إلى جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا اشتقنا إلى صحابته المكرمين فيا ربنا لا تحرمنا أجرهم واحشرنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم ونحب من يحبهم فاحشرنا ومن أحبهم معهم يا رب العالمين. وأهلك اللهم من أبغضهم والعن اللهم من لعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طيب خواطرنا، اللهم طيب خواطرنا بنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم طيب خواطرنا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في وطننا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأصلح اللهم إمامنا لما تحبه وترضاه، وأصلح اللهم أمراءه ووزراءه وعلماءه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وبارك لنا في علمائنا. اللهم بارك لنا في علمائنا واحفظهم اللهم لنا، وطور اللهم في الخير أعمالهم وأعمارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق طلبة العلم في بلادنا لما فيه خيرهم وصلاحهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، واهد اللهم شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا واحفظ نساءنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.